ادخل. مصطفى آغا. سلطانة. فيك شي؟ كأنه وشك تعبان. أنا بخير يا سلطانة. إذا جاي تشوفي مولانا السلطان هو هلأ مشغول. أنا بصراحة جاي أشوفك إلك يا رئيس الحرس. شو الموضوع؟ خير إن شاء الله. في شي مشكلة؟ سلطان أبو البهار. سلطانة. مصطفى آغا. حسين آغا. مولانا طالبك لعنده هلأ. جاي فورا. بس انتظرني شوي برا. مولانا امر اني اخذك معي. سامحني. قلتي ما رح نكون سعداء أحسابك وعملتيها. هنيكي عن جد، حققتي هدفك. طلعي فيه، هي آخر مرة بتشوفي فيها. بسببك أنت السلطان رح يعدمه. أنا مو هيك كان بدي. لكن شو كان بدك؟ مولانا السلطان بعد الحكي اللي قلتيه قرر انه يعدمه لرئيس الحرس. فضلتي تشوفي رايح على الموت على انه يتزوجني يا اختي. حاولت اني انتحر،
كان بدي موت وقت شفتكن مع بعض. أنا أخذت سم بس فاريا أنقذتني. أنت بخيانتك لأختك بإيدك وصلتينا للموت أنا ورئيس الحرس يا جوهران. نحن عم نعمل جهدنا يا سلطانة، حتى أنه بلشنا بإعادة الأعمار مباشرة. كمان قصري هلأ عم بيصلحوا، بس يجهز رح أرجع عليه طبعا. أدخل. سلطانة، سلطانة، شو القصة؟ ليكون موضوع رئيس الحرس. أخي السلطان رح يقتله. بترجاك اعملي أي شيء يا أمي، ما حدا غيرك بيقدر يمنع هالشي. رضياني اتزوج من محمد باشا أو أي حدا بتشوفي مناسب إلي، بس المهم تنقذي رئيس الحرس من الموت. اصحي يا جوهرهان، نسيتي انك بتكوني سلطانة؟ ماني قدرانة، عم تطلع روحي. بكرة رح تنسي، وحتى لو ما قدرتي مجبورة تنسي. اطلعي. كان بدي إياه أمنعهم يتجوزوا ويعيشوا مع بعض يا فاريا. ما توقعت توصل القصة لهالنهاية. يمكن أنا غلطت. بدي إياكي تطولي بالك عتيقة. بعدين شو عرفك إنهم رح يعدموه أصلا؟ كان ماشي وماسكينه الحرس كأنهم ماسكين شي مجرم، فشو بده يكون غير هيك؟ إذا أخي بيعدمه لرئيس الحرس أنا مستحيل سامح حالي كل عمري. فاريا بتذكر وقت إجوا وأخذوني كانوا الحراس أخديني بالقوة، وكنت متوقعة أنه رح يعدموني، بس السلطان مراد ما فرط فيني. صحيح صرخ وحكى كل اللي بقلبه، بس ما تخلى عني أبدا، وما بتوقع أنه رح يتخلى عن رئيس الحرس بنوب.